في إطار التفاعل وتتبع الجميع الحراس الليليين لما يقع للحراس على الصعيد الوطني، مؤخرا ظهرت لي مجموعة من المشاكل اللي كانت من بينها الوفاة ديال الحارس الليلي اللي توفى في مدينة أكادير على سبب ديالو مجموعة ديال الاعتداءات من طرف مجموعة ديال الجنائيين، والأخ الآخر اللي تقطعت ليه وتقطعت ليه الدو في مدينة الدار البيضاء من طرف قاصرين كما يمشيو داخل الجريدة الإلكترونية. حنا من الجانب ديالنا صدرنا بيان وحددنا فيه واحد المجموعة ديال المطالب اللي هي مطالب مشروعة وقانونية واللي حنا كنطالبوها منذ التأسيس ديال الجمعية ديالنا، ومن بين هذه المطالب هذه هو غياب قانون كينظم هذا القطاع، واللي تنطالبوا حنا إصدار قانون من طرف مؤسسة تشريعية تشتغل في هذا الميدان هذا ولا في هذا المجال باش دير واحد القانون التنظيمي كينظم لنا القطاع. كنطالبوا الدولة المغربية أو الحكومة المغربية أو وزارة الداخلية أننا نعرفوا حنا إلى أي قطاع ننتمي. حنا ما عرفناش لمن كننتميو، حنا عارفين بأن حنا عيون الليل كما تيقولوا لنا، ولكن عيوننا إلا في الحاجات الضرورية ديالهم هما. أما بالنسبة للمشاكل ديالنا وبالنسبة لمجموعة ديال المسائل اللي حنا كتعلق بنا حنا كحراس الليليين، لا ما عرفناش من أي جهة ننتميو ليها. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حارس ليلي بمدينة بني ملال. تعرضت للاعتداء سابق العام اللي فات في عين سردون، وهادشي اللي ولاو تيتعرضوا ليه العساسة والحراس الليليين بالمغرب ما تيبشرش بالخير، وحنا تنطالبوا السلطات وتنطالبوا الناس ديال رجال الامن والحكومة والسي الحموشي باش يوقفوا مع هاد الناس، لانهم راه الحلقة الضعيفة محقورين، وتيجي بنادم تيتهدد عليهم بالليل وما عندناش الحق باش نضربوا ولا باش ندافعوا على ريوسنا. وحنا تنطالبوا من المسؤولين ومن الجهات الخاصة والعمومية باش يوفروا لنا الحقوق ديالنا حتى حنا ونخدموا في راحة. حنا دابا ما تنطفروا على لا تقاعد لا لا سينيس لا على حتى حاجة. انا تضربت العام في تحيدات لي يدي وضعت فيها، هو السيد في القلاع عامات، السيد الاخر في الضربة هذا هو جوج قطعوا ليه يديه. هادشي راه ما تبشرش بالخير، وتنطالبوا بالمسؤولين باش يكونوا معانا ويوقفوا معانا.